هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سقراط يقول تكلم حتى أراك، تكلم حتى أراك. الحوار الوطني في العديد مرات يتكلم ويقترح شخصية، وكل شخصية اقترحها بتكون هي أتعس من الشخصية اللي اقترحها المرة الأولى. التعاسة راهو مش جاية معناها من أخلاق هالمرشحين أو أنهم ناس ما عندهم شهادات ولا كفاءات علمية. ليه؟ كل مرة يطلعونا بطلعة يجيبولك واحد أكبر من الآخر. بعد سلم السيري جابونا سلفي ليلي. سلفي ليلي قامة، هو رجل قامة وله تاريخة ولا تزايد عليه أحد. وكجماعة يبحثوا على السيرة بتاعه وشنو ومدر شنو كيفاش كان وكيفاش يعمل، هذوكم ناس راهم ياخذ عليهم حتى حد. نقولوا أن سلفي ليلي سنه كبير، ما غير معناها ما تطرحوه. وقلنا ما يسالش يا سيدي، خلينا نشوفوهم دي بربي يوريونا يتكلموا برك، خلينا نشوفوهم كيفاش يخموا هذوما في الحوار الوطني. المهم سلفي ليلي قال لكم لا، قال لكم راني انا راجل طلع مسؤول، معناها فهمت، قامه قال انا سني يمنعني، قال هنالك ضبابيه في البيئه السياسيه، قالوا ان المسؤوليه عظيمه. جات تعليقات، منهم تعليق عجبني برشا. التعليق هذايا يقول وان الحكومه هذيا قريب تمشي تنبش في الجليس، يعني قريب باش تخرج لنا المحنطين، وان الفيليلي الفيليليا باش جوست باش تعرفوا الشعب التونسي هذايا الضامر الذكي هذايا باش يعلق، تعرفوه هي احزاب سياسيه شنو هو وشنو التينا نتاعو. قال سلفي ليلي فرق الزرير نتاع في ولاده سلمستير، يعني في الولاده ما يفرقوا الزرير والبسيسه، ايه كوم هما يعني بلديه يفرقوا الزرير كها. قال لك فرق الزرير معناها يكبر من سي شو اسمه المستير يمكن بسبعة ولا عشر سنين، اش مازال لكم توا ذي الكل 80 به. اسمعنا وان سي البيجي اقترحها حبيب الصيد، فما تعليق يصرح له زاده تيقال لك برا بركه تفهمونا، جيبوا الصيد ولا لبه ولا تمزاح ولا ضفدع ولا ما نعرفش نم البويا، وانا نقول لكم تعليق اخر برا بركه مرحبا بخي، ما انا شاكيه بيه سيد ذاك مش مشكل، نحنا ما ماشيين للتصالح والتسامح، مرحبا بيه. وكان زاد تحبوا تجيبوا حتى بالحسن ولا بن علي فمش حتى مشكل، بن علي بيدو يرجع يحكم فينا في تونس. شوفوا يا احزاب سياسيه والهامه في البلاد اللي هي النهضه، وهو راه الدعميش الكل جاي من النهضه، راه النهضه عينيها معبيه بالدعميش هكا، ولا لابسه لونات لوح ما تراكم في المكمل اخوه، علاش؟ خاطر هي مشكلتها وان اللي شد ما يعمل حتى شيء. دونك النهضه والنداء والجبهه الشعبيه والاخرين الكل احزاب يعني بدون ما مش قاعدين يعني قلوا من اهميتها، ولكنها ما عندهاش معناها وجود على الساحه الشعبيه، معناها مش موجوده بقوه. ونجيب الشابي مع كل احترامي ليه، وتو نجيه نجيب الشابي في خير الشريط، عنده تو في حزبه حارتين وزوز. عاد انا شو نقول؟ علاش هذاك انا نقول النداء شو اسمها الجبهه الشعبيه والنهضه، النهضه تنحيك الدعماش نتاعها من عينيها ولا تنحي ولاد اللوح، والا يعني راهي هي باش تهزنا يعني للهاويه. ونقول لكم ان الكريتير نتاع اللي باش تجيبوه يحكم في تونس راهو مازموش يكون كبير برشا، مازموش يكون كبير برشا، لازم يكون معناها انسان قادر باش يعني يخدم 12 ساعة. لكن شنو البرنامج؟ البرنامج نتاعو السيد هذايا اللي باش يجي وربي يبارك له باش يقبل يعني باش يحكم في الوقت هذايا، عشتي ثلاث حاجات باش يعملها. أول حاجة باش يحارب بقوة غلاء الأسعار، باش يحارب بقوة غلاء الأسعار باش التونسي ينجم ياكل الخبز، وباش يحارب الإرهاب، وباش يوحد التوانسة، لأن نحنا نحبو نتوحدو، نحبو نسامحو، ونحبو نتجاوزو، فهمتني؟ خاطر الوطن غالي، وما نجموش نبنيو
بالحقد والتشفي. والزوز وزوز حاجات متوفرين في الصيد، والثالثه اللي هي هامه الوحده مش متوفره في الصيد. حبيب الصيد، حبيب الصيد ينجم يقاوم لك الارهاب لانه يعني خدم في الداخليه. حبيب الصيد ينجم يحارب لك يعني النار هذي اللي في الاسعار. اما حبيب الصيد ما عندوش الكاريزما، يعني نعم ما عندوش كاريزما وما عندوش شعبيه تخلي الناس توحد حوله. اذا خمهم مليح في الموضوع هذايا، وقبل ما يعني جماعه سيدي بوزيد ما يحيوا الذكرى الثوره المسروقه، تعطيوا الجواب نتاعكم. والجواب نتاعكم في كيل باري قلت اليوم ولا غدوه، معني اخر وقت هو غدوه نهار 14 ديسمبر مع نص النهار. وسي علي العري ضرب لي بالك في سي علي، مش كي سي علي العري، سي علي قال لك بعد كلمة بعد نص النهار فما بيساع، معني سي علي يعيش في زحل، يعيش في زحل سي علي. معناها نحب نقول لك حاجه سي علي العريب، والله اليوم هكا تجبت بخير في مجلس الاديب نتاعي، قارنتك بشوق طبيب اللي رشحه لنا عميد المحامين واللي مشى بيه السيد الشيخ من راسه باش يوافق عليه رئيس حكومه. قلت لهم علي العريب اللي نحب نسقطوه هو يحترم الحريات العامه والخاصه اكثر من شوق طبيب، هذا في مجلس الاديب قلتوه. هذا اذكرك بخير، كاو كل واحد تعطي حقه، فهمت؟ اما نقول لك راك تعيش في زحل كي قلت انت بعد نص النهار فما ما بيساع، وبعد نهار 14 يجي 15، واضح؟ بنرجع لسي نجيب الشيب، سي نجيب الشيبي انا نحترمك برشا يا سي نجيب. يا سي نجيب انت انسان اصلا وشكلا نتاع يعني مسؤوليات، يعني في الشكل ما شاء الله عليك تنجم تكون رئيس جمهوريه، تنجم تكون يعني وزير خارجيه. معناها كرتاج دخلها المرزوقي، بعد المرزوقي راه الكرتاج ما عادش فيه، معناها انت المشكله نتاعك في رئاسه الجمهوريه، كل مره تبدل الموقف نتاعك حكيت معناها من بعد الثوره شفنا كيفاش معناها تتلون، كيفاش هاك مشيت من هنا هاك متفركح على رئاسه الجمهوريه. يا اخي حتى حد ما يزيد على نيفالك، وحتى حد ما يشكك في قدراتك وامكانياتك. لكن نقول لك حاجه، تونس تو مش حكيت مناصب، راه كيفاش باش نركحوا بلادنا ونوحدوها ونخليو التوانسه يحبوا بعضهم ونبنيو الوطن. انت ما عندكش شعبيه الباشي قايد السبسي بصراحه، وهنقولها لك بكامل وضوح، في عائله واحده تلقى خو عنده القبول والاخر ما عندوش القبول، باجي عنده اكثر قبول منك. دونك الناس التفت حول الباجي، ما نعرفش ربما كيفاش يتكلم ثمارو، ما نعرفش فما حاجه معناه اللي تخلي الباجي تحسه يعني واحد من الشعب، فهمت كيفاش؟ ويتكلم تونسي وكذا. انت ما نقصك شيء الا انك ما عندكش القبول بصراحه، وزيد حزبك ولا حارتين وزوز، الناس الكل قاعده تستقيل وقريب باش تقعد انت وعصام خوك كهو. دونك شد معناها اون برانسيب تقعد يعني في اطار معناها مع البيجي، فهمت كيفاش؟ تمشي في الاطار هذاك، بالك شي دبرها نهار اخر وزير خارجيه، فهمتني؟ كما دبرتهاش شي حاجه اخرى وزير خارجيه. شكلا انت معناها ما شاء الله عليك في المضمون كيف كيف، يعني في الاصل كيف كيف، قاعد تفرك هكا حتى نحافظ قائد السبسي يخرج لك ويقول الذي له حليف لديه حليف كالجمهوري لا يستحق الى عدو، لا يستحق لعدو. مش معقول قاعدين نتفرجوا نحن، راهو مش هكذا بني تونس، نحن نحبوا نعدلوا الكفه ونرجعوا التوازن والديزيكليبر اللي كان لصالح النهضه يتنحى هذاك، باش نجموا نحن نتعايشوا في دوله ما ترجعش للوراء وتولي فيها ديكتاتوريه. والديكتاتوريه اللي جايه راه كان نخليوها ديكتاتوريه دينيه، فاشيه دينيه اللي ما نقبلوش بها نحن. سي الشابي يعني انا راهو انك انت الاحسن تقعد مع باجي قائد السبسي، ومساج خوات تعاركوا مش مشكل، ويقولوا عارف الخوات يجد على المهبولات. اما انك انت تقول هاني باش نمشي وكذا، انت ما عادش عندك يعني يودي، راهو حمل همامي عنده اكثر منك شعبيه بصراحه، ما نعرفش انت تعرف ولا ما تعرفش. ما تنسيش اللي حمها الهمامي عنده امراه اسمها راضيه النصراوي، وانت مع كل احترامي لزوجتك وربي فضلها وام صغيراتك وكذا، لا ما ماشي راضيه النصراوي، فهمت كيفاش؟ يعني وزيدك اللغه اللي يحكي بها هو نركيم، اللي يحكي على القفه وعلى الفلفل وعلى الطماطم وعلى مشاغل الشعب بك الطريقه ذيك وبكي جاك الحلوه، الناس تحبه، فهمت؟ يعني اكثر شعبيه منك انت. دونك هذيك علاش نحن نقولوا الجبهه الشعبيه بما فيها من يعني من احزاب متكونه من احزاب يمثلهم شو اسمه حما نيدا تونس واللي معاه الاخرين جماعه، ايش بيه شو اسمه مرجان ما ماهوش يفركه، يا
انا واحده من الناس الراعي المرحله هذه نتاع مرجي ينجم يكون هو حطوه رئيس الحكومه، لكن هو قالك عنده حزب وما يزموش معناها المره الجايه يتم انتخاب. مش معقول معناها باش تقعد تفركه حكايه وتشوش وحق حق المجلس الاعلى للدوله. ايه يا سيدي المجلس الاعلى للدوله هذول يشدوا فيه الشعب وذي باش نساندوه وباش نعطوا عليه للشوارع باش نزلوا لافيتات. ما غشنا الله غالب فكره حمل همي من مجلس التاسيس. مشينا فك الفكره هذيك مجلس تاسيسي ياخذ دبزنا فيها. انا شفنا مجلس تاسيسي سيرك عمار، سيرك عمار على حاله ومأساتنا من المجلس التاسيسي هذا. اذا نحن ان شاء الله نحن ماشيين المجلس الاعلى للدوله ان شاء الله، ومرزوق يزمو يخرج. وانت شبيك قلت اقصيت روحك يعني تصور روحك ماكش موجود في المجلس ذاك باش تكون موجود، لكن التفركيح نتاعك هذايا وال يعني التشويش هذايا يخليك تزيد تنقص في نظر التوانسه. ما تخليش روحك تنقص، انت راجل قامه عندك نضالك شكلا واصلا معناها مشرف لتونس كي تشد يعني منصب وزير خارجيه. وان الملك لله يؤتيه من يشاء. شكون قال المرزوقي هذاك يدخل قصر كارتاج؟ اي با يدخل المرزوقي قصر كارتاج اللي لا شكلا ولا اصلا، وانت بالشكل والاصل بر. وما تنساش ان الرسول صلى الله عليه وسلم احكي عن الزمن هذايا، زمن الرداءه، زمن الرداءه ومعناها والاقزام، ماهوش زمن يعني الرجال، ماهوش زمن الرجال. لكن نقول ربي يلطف بينا وما يسالش يا نهضه ويا نداء ويا جبهه، انه رئيس الحكومه اللي باش يجي لازم يكون وجه موحد ماهوش مفرق. والا معناها الواحد كي يحل باش يسمع ويسكر التلفزه. كيما البارح انا الدايمي جابوه على نسمه، قعدت نسمه تفرج فيها من قبل في البرنامج، ومن بعد كي جابوا الدايمي سكرت خاطر سيسهيل ونا نفاقا. فهمت؟ يبدا يسهل يصل في النفاق. ايا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.